السلام عليكم. اليوم بغيت نتكلم عليكم على التوقيت الصيفي او هاد الساعه اللي كيزيدوا في هذا الوقت من السنه وشنو هما الاثار السلبيه ديالها على صحه الانسان. فمن المعروف بان الجسم عنده واحد الساعه بيولوجيه وهذه الساعه خاصها تمشي بالتوازي مع التوقيت الزمني والا غادي يكون خلل في وظائف الجسم. طبيعه الحال المتضرر الاكبر من هذا الشيء كله هو الطفل. واجي نعرفوا شنو كيوقع في جسم الطفل ديالنا خاصه وفي الجسم ديالنا عامه. اول حاجه خصنا نعرفوها هو ان الساعه البيولوجيه مريقله بواحد جوج ديال الهرمونات اللي هما الميلاتونين والسيروتونين. الميلاتونين هو واحد الهرمون كتفرزو الغده الصنوبريه واللي كتواجد في هذه المنطقه هذه من دماغ الانسان. الميلاتونين معروف عند العلماء وعند الاطباء بهرمون النوم، بمعنى بسيط الا ما تفرزتش الميلاتونين ما غيمكنناش نعسو. من الحكمه الله سبحانه وتعالى انه جعل الافراز ديال الميلاتونين في الجسم مقترن بالليل وبطبيعه الحال بالظلام. الافراز ديال هذا الهرمون في الجسم باش يوصل لواحد التركيز في الدم الذي يؤدي الى النوم خاصو على الاقل واحد ساعتين ديال الظلام. الافراز ديال هذا الهرمون هذا كيبقى طول الليل مادام الظلام كاين فالافراز كاين. فما ان جسم الانسان كيستشعر الضوء ديال الصباح الافراز هذا الهرمون كيبقى يقل تدريجيا حتى كنبداو نفيقو. السيروتونين هو واحد الهرمون اللي كياخذ البلاصه ديال الميلاتونين في الصباح واللي عنده وظائف عديده، منها ضبط ضغط الدم، منها انه كيريقل حراره الجسم، كذلك مسؤول على التركيز على الشهيه، والاكثر من ذلك مسؤول على المزاج وحنا كنعرفوه بهرمون الفرح. فالطفل ديالي باش ياخذ القسط الكافي من النوم ديالو، وحنا كنعرفوا بان النوم مهم جدا للاطفال وخاصهم ينعسوا ما بين 8 حتى 10 السوايع على حسب السن ديالهم. كل ما كان السن اقل كل ما كان عدد ساعات النوم اكبر، فخاصني نعس وليداتي مع 8:30 على اكبر تقدير مع 9 ونفيقهم مع 7 الصباح في بعض الاحيان، ونظرا لظروف بعض الاباء المتعلقه بالعمل ديالهم او لا الوليدات اللي كيكون عندهم المدرسه بعيده فممكن كيفيقوهم مع 6 أو 6:30. فهذا قسط كافي من الراحه ديال الطفل ومن النوم ديال الطفل ديالنا. على خلال هذه المده هذه كيتفرز هرمون النوم اللي هضرنا عليه واللي هو الميلاتونين. داكوغ، الوغ هنا الليل كله كيتفرز بتركيز في الدم اللي كيجعل ان الطفل كينعس بطريقه جيده. الوغ ابتداء من الشروق الافراز ديال هذا الهرمون كيتوقف. شنو كياخذ البلاصه ديالو؟ كياخذ هرمون سيروتونين. داكوغ، الوغ هذه حاله عاديه لطفل عادي في التوقيت العادي. الوغ فاش كيوقع وكيزيدوا لنا هذيك الساعه شنو كيوقع؟ الوغ الصلاه ديال المغرب عاود كنا كنصليوها مع 6:42 نوليو نصليوها مع 7:42. العشاء كذلك عاود كنا كنصليوها مع 7:55 نوليو نصليوها مع 8:55. فطبيعه الحال هنا دوران الشمس ما كيتبدلش وانما هاد الساعه اللي كتزاد هي اللي كتغير التوقيت. فهنا فعاود اللي كنت غادي نعس الطفل ديالي مع 8:30 القديمه، حنا نرجعو نقولو قديمه وجديده، فعاود اللي كنت كنعسو في هذا الوقت هذا غنولي نعسو مع 7:30 القديمه. داكوغ، اللي هي 8:30 الجديده. الوغ في هذا الوقت هذا كيكون الظلام مازال ما طاحش 100% كيف ما كتشوفوا هنايا. ها انا نعس الولد ديالي، دائما الا بغيت نحافظ على هذيك الساعه ديال 8:30 غادي نعس الطفل ديالي هنا مع 8:30 جديدة واللي هي 7:30 القديمة. الو في هذا الوقت هذا طبيعة الحال بين المغرب والعشاء ما كيكونش الظلام طاح 100% وحنا غادي نشوفوها مادام الصيف كيقرب والنهار كيطوال. فطبيعة الحال ما بين المغرب والعشاء الظلام ما كيطيحش 100%. الو الا ما طاحش الظلام فهذا عائق لافراز الميلاتونين. داكوغ، الو هنا في هذه المدة هذه اللي انا كنعس فيها الطفل ديالي فهاد المده هادي ما كاينش الظلام. واخا كنديروا جميع الظروف، كنهيئوا جميع الظروف للطفل ديالنا، نديروا في الظلام، نهبطوا الريدويات ايتو، بيولوجيا الميلاتونين ما كتفرش بطريقه جيده، وبالتالي بحال اللي كنحطوا الولد هنايا في هذا الوقت هذا ما بين يعني هاد الساعه هادي غادي نحطوه في الفراش ونخليوه
ما غاديش ينعس. انا على يقين بان الامهات كيعانيوا بزاف مع وليداتهم في هذا الوقت هذا، ما انا وحده منهم ضيق، ما غاديش ينعسوا الوليدات، وغير كنحطهم في الفريشه في الفراش وكنبقاو نشوفوا فيهم. الوغ ابتداء من هذا الوقت بيان سور هو اللي كيتفرز الميلاتونين، وهنا عاد كيدخلوا الوليدات في النعاس. داكوغ، الا بغيت نعسو انا في هذا الوقت اللي غادي يتفرز الميلاتونين، هنا غادي تكون 9:30، و9:30 هاد المدة هادي غير كافية، 9:30 وغادي نفيقو مع 6 القديمة بيان سور اللي هي 7 الجديدة غادي ندوخكم، ولكن هاد المدة هادي ماشي هي هاد المدة، يعني غادي نقصلو مدة زمنية يعني من النوم ديالو اللي غادي تأثر عليه سلبا طبيعة الحال في اليوم ديالو. الوغ هنا ملي كنفيق الطفل ديالي مع 7 واللي هي 6 القديمة، هنا الشمس ما كتكونش ميم با شرقت، يعني الميلاتونين كيكون مازال مفروز في هاد المدة هادي الى لاحظتوا، يعني الطفل مازال فيه النعاس، مازال بيولوجيا باغي ينعس. داكوغ، وحنا كنفيقوه قبل الشروق، وهذا امر غير فيزيولوجي بتاتا، وبطبيعه الحال الهرمون ديال السيروتونين ما غاديش يكون مفروز. فكتصوروا معايا كيفاش غادي تكون النفسيه ديال هذا الطفل، غادي تكون وحنايا كنعرفوا بان كيف ما قلت لكم قبيله السيروتونين هو هرمون المزاج، فبيان بطبيعه الحال غادي ينوض هذا الطفل بمزاج سيء جدا. قلنا قبيله بان هذا الهرمون السيروتونين هو اللي مسؤول على الشهيه، فكي بغيتوا هاد الوليدات يفطروا هذا امر شائع في هذا الوقت، هذا امر شائع عند الاباء والامهات، فكل شيء كيتخربق والطفل كيعاني بزاف. من هذه النافذه هذه كنوجه نداء للمسؤولين، وكنتمنى ان النداء ديالي يوصل بصدق. انا ما عرفتش السبب ولا المسؤول على هاد الفوضى، لان انا بالنسبه لي هذه فوضى، زيد ساعه يجي رمضان نقص ساعه، يجي خرج عاود زيد ساعه عاود يجي البرد نقص ساعه، وبصدق هذا كنعتبره انا استهتار بالصحه ديال الطفل اولا، ثم بالصحه ديال المواطنين كيف ما كان الهدف من وراء هاد الساعه هذه اللي كتزاد ديال الصيف، سواء كان هدف سياسي هدف اقتصادي هدف ما عرفت شنو. فكنظن بان قباله الصحه ديال المواطن والصحه ديال الطفل هذا الشيء كله خصو يتلغى، فالله يجازيكم بخير، رفقا بنا وتقوا فينا الله.